يعني يحصل الثلاث نقاط ثم بعد ذلك هذا اكثر من 15 حاتم وليد محي الدين واخوخي معلم بسكوليتشي وبابا اركو في مباريات اليوم مباراه اليوم بين الفرنسيين مع مساعد اول وليد المناعي مساعد ثاني اب شو يونغ اللاعب الكوري نفس السيناريو مستمر سبع دقائق نفس السيناريو بدايه لعب لنادي الريان في نص ملعبه بالعرض كثير وعوده هو اللي بيبدا بهذا الشكل باستمرار عبد الرحمن مصطفى يرجع ورا ثاني فابي سيزر صانع اللعب واحد القيادات المهمه جدا مع كاباتش في 20 نقطه في المركز الرابع والعربي 8 مباريات قبل حضور عبد الله سعد لخطط العربي خطى الكوري الجنوبي استقر على حاله الفريقين من البدايه ولا تهديد لمرمى الفريقين حتى الان بيلعب 12 دقيقه ولا لعب على المرميين بنسبه كبيره تكتيكيه على حساب الامور الفنيه والسرعه والانفرادات واللعب على المرمى انا مهم ما يجيش فيا هدف الاستراتيجيه واضحه والفلسفه واضحه والرقمه واضحه والخطه واضحه بينما جرال العام القادم وصلال والاهلي لقاء الغد تاني من جديد عبد الله عفيف تحرك كويس الى تماتا الى عبد الله عفيف ولد ولد عنده وبرضه فات ولكن على طول استخلاص هادي عقيله فابيو سيزر عملها فابيو سيزر هو ما عندوش هزار فابيو سيزر ما عندوش هزار يتقدم من اجل تحقيق الانتصار ليصعد بالرهيب الى منصه الكبار مكانه الطبيعي مكانك المفضل يعود اليه يتقدم فابيو سيزر بعد اقتحام عبد الله عفيفه بشكل جميل واستخلاص لهدى عقيلي افضل هو الاحسن قلنا عليه انه اصبح هو الاخطر بعدما ضغط وحاصر العربي في نص ملعبه هاجم من جدا واضح ان التغطيه العكسيه مش كويسه ابدا من نادي الريان عشان كده حصل حاجتين المدافع ناثان بيكلم عبد الرحمن مصبح وادويري المدرب واقف على الخط بيكلم عبد الرحمن مصبح ان من ناحيه الزمن ولا من ناحيه سرعه تربيه الضغط نفسه او التغطيه نفسها ولتاني مره اللاعب بخوخي معلم ينتقل من خط الوسط الى خط الهجوم ويهرب من رؤيه مين بيحاول بيعدي بشكل جميل جدا من يونس علي لكن شوف ابي سيزر بيعمل ايه شوف صاحب في اخر اربع مباريات لم يدخل مرماه الا هدف واحد فقط فاز على المباراة من الأربعة إذا العربي يعيش واحدة من أجمل فتراته هذا الموسم نادي الريان في آخر خمس مباريات دخل مرمى هدفين اثنين فقط والإيه؟ فوز على أفكركم بالريان السنة اللي فاتت زي النهاردة لكن عبد الرحمن عبده يحتسب خطأ صحيح لصالح الريان فابيو سيزر والتصويبة تاني من جديد دفاع النادي العربي على المنافس المباشر ليك بمعنى ان مش شرط السد والاخويه اذا كانت المنافسه على الدوري ان اللي يفوز بالدوري يفوز على الثاني او يخسر منه ومش شرط ان ريال مدريد عشان الى رميه التماس تاني من جديد فابيو سيزر فابيو يرجع ورا على طول الهجري في الوقت المناسب شوط ينتهي لمصلحه الرهيب لمصلحه نادي الريان عبد الرحمن مصطفى مساندة من فابيو سيزر صاحب الهدف الجميل هدف اللقاء الوحيد لعبد الرحمن مصطفى العربي راجع للخلف تاني زي الشوط الاول والريان اللي بيلعب اربعه من بدايه المباراه ومع ذلك الاربعه شوف الاداء الفني التناسق في الاداء من حيث السيطره من حيث التاثير الهجومي من حيث محاور الهجوم في دور كبير جدا في حسم اللقاء بعمله العظيم في الهدف الثاني مع الاداء وانت خسران انك تقلل الخساره بيحاول بسكوليتش ولكن الضغط مش جماعي عشان ادي على طول تباتا الى فابيو سيزر العب البعيد العب البعيد عبد العزيز سليتي خطا لعبد العزيز على زيزو خلصت المباراة أعتقد من بعد الهدف الثالث إيطاليا حول الثانية ومن جديد ماتيراتسي المدافع العملاق مدافع إنتر وبيروجيا العملاق فابيو سيزر يلعب على المساحة الجميلة إلى مصعب الاجتهاد اللي عنده مصعب لغاية إمتى ترتيب إلى المركز الثالث بل ينافس Moving yourself lately for We've been seeing the old Fabio lately. You scored such a wonderful goal today. Congratulations for winning. How was it? I'm very happy personally about the goal and about the game. We won a derby that is very important to us in the league, especially for the supporters that came today. And I want to speak that this victory is not only to us, also for Alina Emi family. No, that is in a very so nice difficult moment. We wish all the best to them and also to our friend Durval that lost his brother in Brazil and also we wish to him all the best. Durval, our masseurist. Uh-huh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah for everything. Fabio, let's say in the beginning, let's talk about you exactly. In the beginning of the season, you weren't like that. I'm sure something has improving a lot. Who was pushing you to do this, to come back again? Of course, I know what I can do in the field. I was not in my best level in the beginning of the season. But I have a family that support me in all the time. If in a bad moment, they are always with me. What's the target of Rayan this from now, let's say? The target of Rayan, we are a big team, and our target always is win each game, all the weeks. No? Now the league gives us a chance to be near the first place, and we will fight to this first place. Gracias.